انا جاي لكم اهو يا معلم درغام وبنفسي، يا رجولة يا قاطع طريق يا راجل يا كمل، علشان اعزمك على فرح الليلات. الف مبروك يا صوتين. لا ما ينفعش تتقال هنا، انا عايزكم كلكم كده كلكم تيجوا عندي تبارك لي وتاخدوا واجبكم، وربنا بقى يقدم ما في الخير. والله يصعب عليا مجيتك يا اسفطين، انت عارف انا راجل صعيدي وصاحب واجب، بس الليله دي فعلا انا عندي ظروف مش هقدر اجي. لا والنبي ابوس ايدك يا معلم درغام، ده كده الليله كلها تبوظ. ايه دي اللي تبوظ؟ ها ما انا قصدي يعني يا معلم درغام، ما ينفعش اتجوز والمعلم درغام كبير الحراميه، الراجل الكمل اللي معلم على اهل البلد كلهم، ما يحضرش فرحي. بس يا استاذ فطين. ما بسش يا معلم درغام، طب عليا الطلاق بالتلاتة، لو ما جيت ما انا متجوز. لا يا عم فطين، ما يرضينيش تطلق الولية قبل ما تتجوز. حاضر، اجيلك ورقتك واعمل معاك الواجب يا عم. بس مش لوحدك، انا عايزكم كلكم بربطة ملك الغابة الريس درغام. ماشي يا فيل انت والديب والثعلب. طب وانا يا استاذ فطين مش معزوم في الفرح ده ولا ايه؟ ازاي يا جحش؟ هي الليلة هتكمل ولا هتحلو ان شاء الله الا بيك. بقولك يا صوتين، طب والراجل اللي جلسته بكره نعمل فيه ايه؟ ما تقلقش براءه يا معلم درغام، ده الحمار ده اخويا، انا بس ان شاء الله اخلص ليلتي ومن الصباحيه هتلاقيني في المحكمه. هو انا عندي اعز من الحمار؟ الفرح يا فاطين يا غالي، جات لك عروسة قطر من بيت أصيل عالي، زغروطة وسمعتها يا حبايب انشرح ليها بال، أنا قلت عبالكم زي فاطين وقطري وعقبالي. الله اتنيلي بقى على ليلتك يا قطر. بقولك ايه، ما توترنيش اكتر ما انا متوتر. ما جوش ليه لغايه دلوقتي؟ هما مين اللي ما جوش يا فاطين؟ اسكتي يا قطر بقى، يا بوس ايدك اسكتي. طب بوس، حسسني كده ان احنا كتبنا كتب الكتاب واتجوزنا بقى. اهو اسكتي بقى. طب مش هتلبسني الشبكة؟ شبكة ايه يا امو شبكة؟ شبكة ايه؟ ما خلاص فلوس الشبكة سلقت ومنت خدوها. اسكتي بقى يا قطر اسكتي. خد يا عريس لبس الشبكة على راسك. ايه دي يا حماتي؟ ايه يا سيد العرسان؟ الذهب بتاعي لبسه لعروستك علشان ما نتفضحش. انا لا اقبل. تقبل لا تقبلش هتلبسها الشبكه، ولا خد البت وامشي. طب والدخله يا حماتي والفرح؟ ايه ادخل يا اخويا على نفسك ولا على روحك؟ خلاص يا فاطين ابني اسمع الكلام عشان الليله تعدي. ماشي يا عم عزوز، عشان خاطرك انت بس هات يا اختي صباعك. واحد اثنين، القوة تجهز وتستنى مني إشارة الهجوم. ما ترد يا فاطين، انت بتعمل ايه دلوقتي يعني؟ يما تعالي. ايوه يا ابني، في ايه؟ في الشهر اللي هتعمله ده يما؟ شكلها هتفضحنا كده يا ابني. يا بس كاتي سمعني احلى سلام لعروسة الليلة. مع انها ما سمعتش الكلام وبوظت
ومش عايز استنى واسكن يا مانا عروستنا دي محبة وشو غرام ونيلو لما نروح بنا الحب لحيدة يا فطين انت يا مانا عروستنا دي محبة وشو غرام ونيلو لما نروح بنا الحب سامعوس سامعوس سلام كبير قوي للرئيس درغام اللي وصل من دلوقتي ورجالته انت والرجال اللي شرفتونا دلوقتي انا كنت هزعل قوي لو ما جيتوش سلام كبير قوي يعني الرئيس درغام كبير البلطجية والحرامية اللي على حق الحرامية اللي بيسرقونا نهارا جهارا اللي شرفونا دلوقتي حالا هو هشرفونا سلام كبير شرفونا السلام ده ما ينفعنيش عايز سلام كبير قوي لناس درغام ورجالته والله يا عبد الكريم اجهز انت واديني اشاره الهجوم اول ما الجو يبقى تمام عندك يلا القوه كلها تجهز حوالين الصوان وتستنى مني اشاره الهجوم منور يا ريس درغام والله منورين يا رجاله يما يما ايوه يا فاطين يا ابني هات بقى الشربات ها وادريلك في حته الدره ليه يا ابني في ايه افهمك بعدين يما هات الشربات بقى حاضر حاضر يا ابني حتى شربات العرايس مع تقهوش في ايه يما يظهر العيال سهوني وشربوا الشربات العيال سهوني وشربوا الشربات يوم تصرفي تصرفي في اي حاجة في جاز في بلا ازرق المهم دلوقتي لازم اشرب قطر بسرعة حاضر حاضر يا ابني وادي يا بسكليتة تعالى اموريني يا ست غالية يا غالية اتصرفي في كوبايتين شربات بسرعة يوه ما قلتيش ليه من بدري يا ام فاطين اخر جردل دلقته في بق المعلم درغام يا دي النيلة امال ايه اللي في ايدك ده دقيقة ومظبوط للمعلم درغام عشان يحبس ينيله المعلم درغام ده روح فطين نعم ياما القهوة دي تنفع تنفع ياما أي حاجة المهم دلوقتي لازم أشرب قطر قبل ما يمشوا هاتي ده إيه الغلب ده يا ربي اشربي يا قطر يا حبيبتي إيه ده يا فطين هتشربني قهوة اللي موجود يا قطر بقى ها ما تتنحيش اشربي اشربي أنا بشربها أهو بشربها أهو يا ناس بشربها يا ناس دالي نفسك يا درغام انت ورجالتك محدش حرك مكان الله اكبر عزوز انا مين انا فطين بقول لك يا عم عزوز هو ايه اللي حصل والله ما انا عارف يا فطين يا ابني كل اللي انا فاكره ان انت كنت تقول الله اكبر وبعد كده انا ما ادريتش بحاجه وانا يا عم عزوز اخر حاجه شفتها اخيرا لما جعله خير كده كرسي طاير حاير في الهواء وبعدها ما ادريتش بحاجه
واحنا فين والكراسي دي كلها ام عزوز؟ ومش النهارده كان فرحك باين؟ ايه ده فرح؟ انا على مين؟ نعم اخويا على مين؟ على قطر بنتي. اه صح قطر ادم البقلاوه فرح. امال فين امي؟ امي فين؟ وفين المعازيم؟ مش كان في معازيم هنا عم عزوز؟ اه بسم الله ما شاء الله كان الفرح معازيمه كتير قوي. يا شهر واحد فين؟ ايه ده؟ شهر اختفت. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك يا عم عزوز. الله يبارك فيك. بقول لك يا عم عزوز لو ما فيهاش يعني سايد ادب مني ما شفتش رجلي؟ رجلك؟ لا الصراحه ما شفتهاش بس تقريبا حاسس بيها. طب انت متاكد؟ اصل انا مش حاسس بيها خالص. لا هو انا مش متاكد انها رجلك. لا 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 بس هي رجل هي رجل. طبعا معزوز ما الاقيش بق ميه معاك لحسن ري ناشف. لا والله بق ميه لا لان انا نسيت الزمزميه في الشغل.